في تكنوز لليوم مش نحكيه على خدمة الدرجة الشهيرة واتساب اللي أعلنت على تطبيقها الرسمي الخاص بنظامي تشغيل ويندوز وماك والآي أو إس. يسمح التطبيق الجديد لمستخدمي أجهزة ويندوز 8 وما فوقها بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة الماك والآي أو إس إمكانية الوصول إلى محادثاتهم اللي تم إجراءها على أجهزة الهاتف بأسلوب مشابه لخدمة الواتساب ويب، بطريقة تعطي المستخدم الفرصة بمسح كود QR باش يتمكن من تشغيل التطبيق على حساب. يقتصر عمل التطبيق على مزامنة محادثات المستخدم الموجودة على الهاتف وبضرورة الاتصال الهاتف بشبكة الانترنت باش توفر إمكانية استخدام التطبيق على الحاسب، مع ميزة إضافية تميز التطبيق عن نسخة الويب كما التنبيهات واختصارات لوحة المفاتيح وغيرها من الإضافات. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز.